أحيى الفنان المصري محمد حمائي حفلة الثاني في الكويت خلال فترة قصيرة بعد النجاح الكبير لحفلة في مدينة الكويت للمحركات. أظل النجم المصري على الجمهور بحفل جماهيري كبير في حوالي بارك. قبل الحفل التقت كاميرا استديو اي تي في بحمائي وتكلم عن استعداداته وجديدة. خلنا نشوف التفاصيل. ان شاء الله يمكن في الصيف ده يكون عندنا سنجل جديده واغنيه جديده ان شاء الله في الصيف تتصور. هتكون ممكن في خلال شهر 7 ان شاء الله. حلو. وفي فيلم؟ في فيلم لسه شويه بس لسه بيتكتب لسه ما خلصش واخد وقته. حلو. شنو محضر حق الجمهور حق الحفله؟ في اغاني يعني الحفله اللي فاتت ما قدرناش نغني كل الاغاني فاحنا عاملين بروجرام تاني المره دي ان شاء الله نسمعهم حاجات ما قلناهاش المره اللي فاتت. بحاول دايما انوع في الحفلات يعني خصوصا لما يكونوا حفلتين قريبين زي ما انت قلتي. هنشيل شويه اغاني من اللي اتقال المره اللي فاتت ونحط مكانهم اغاني ثانيه. يا رب ان شاء الله يتبسط. انا الحقيقه الكويت دوله بحبها جدا. الجمهور الكويتي جمهور ذواق وحافي وحشني وانا مبسوط جدا ان انا موجود. يا رب ان شاء الله نقدر نبسطهم. انت سحر عليك طماع بين قوي في عيني.